صفر أمام بازر سكرة. طبعا لم تصلنا الصور، إذ أمل عين دفلة مثل ما شاهدنا بالصور فاز على مولودية وهران أو انهزم أمام المولودية الوهرانية بهدف مقابل هدفين. شباب بوقيرات تأهل بضربات الترجيحية 4-2 على الشباب الرياضي لبلدية قيس. سرع المحمدية هدف أمل غريس التأهل للصام. جمعية أيمن أقصي أمام شبيبة بجاية. وشباب أهل البرج بضربة ترجيحية تأهل أمام وداد تلمسان. هذا السبت اتحاد الحراش مولودية بجاية قمة مثيرة. اتحاد الرمشي نجم مقرة مباراة متكافئة. شباب أوراس باتلة قمة أمام شباب رياضي بلوزداد. اتحاد بني دولي وجنادي بارادو الأحد القادم. اتحاد الأخضر يتم موعد كبير يوم الاثنين أمام شباب قسنطينة. اتحاد خجلة نصر حسين داي أمل بوسعادة الوفاق الصيفي مستقبل الرويسات. شباب عين وسار اتحاد الجزائر اتحاد بن عباس. شباب حي موسى مولودية الجزائر. عرس كبير يحضر في جيجل أعتقد في الفاتح من نوفمبر. راح تكون يعني كما قلت عرس كبير في